تماشيا مع رؤى وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم ورئيس المجلس التنفيذي في حفظ الوثائق والاهتمام بها وأرشفتها وتوثيق المستندات المهمة وفق أفضل الطرق والأنظمة. تحرص بلدية مدينة الشارقة على تعزيز التعاون البناء مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، حيث قامت البلدية بتوقيع مذكرة اعتماد نظام التصنيف ونظام مدد الاستبقاء مع الهيئة لحفظ الوثائق وأرشفتها ضمن المشروع المتميز والذي سيتم تطبيقه على جميع أنواع الوثائق والملفات الخاصة ببلدية مدينة الشارقة.